السلام الله عليكم مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا اينما كنتم في هذا الفيديو الجديد. نبي قرب من ملعب ابن بطوطة بين طنجة هنا عملية تغليف كما كتشوفوا راه كيغلفوا هنايا كيديروا داك لا ليكوموند فوق لي ساندويتش. المهم كما كتشوفوا الاشغال لا زالت مستمرة. نقرب لكم الصورة شوية، عندو لي كوبوند فوق طولة باقي الرتوشات قليلة هنا كيفيني هادشي هذا. حافلة الفتح الرياضي، نظن كاينه شي مقابلة ديال الفتح مع الاتحاد على ما اظن. الأشغال مستمرة داخل وخارج الملعب. دابا كاين الروتوشات مزيان كيقدو فهاد البارات، كاين اللي مكمولينش كيما كتشوفو. الأشغال واخا راه دابا 6:45 الناس باقيين خدامين زايدين ساعة. جوهرة مدينة طنجة، إن شاء الله الملعب مقبل على احتضان العديد من التظاهرات القارية والدولية. في مقدمة هي كأس إفريقيا للأولمبيين لمنتخبات تحت 23 سنة. مشاهدي الكرام، كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. اللي وصل حتى لهنا وشاف الفيديو باقي ما اشتركش، كنتمنى انه يشترك القناة ويدعمنا بلايك. تحياتي للجميع، دمتم في رعاية الله. السلام عليكم.